حبايب قلبي، اهلا وسهلا بيكم مره تانية في قناتي واي اي فور مي. بقى لنا فتره ما نزلناش اي فيديوهات عن الشقق المفروش عندنا في اسوان. احنا كده هنبدا النهارده شقه جديده، وكل عام وانتم بخير بمناسبه بدء الموسم الجديد بعد عيد الفطر المبارك 2021. انا كده في بدايه الشقه. اول ما بدخل الشقه بيبقى على ايدي اليمين ترابيزه السفره، اللي في الواجهه ده الحمام والمطبخ، في الواجهه هنا في الريسبشن او غرفه الاستقبال، على ايد الشمال على طول اول ما بدخل من الشقه في غرفه الاطفال فيها سريرين اللي هو 120 متر. طبعا الشقه كلها ما شاء الله مكيفه. كل ده طبعا بيفرق في الشقق النظيفه، والشقه دي ما شاء الله نظيفه. هقول لكم السعر في اخر الفيديو ان شاء الله. دي كده الغرفه الاولى. نرجع تاني على الصاله الاماميه اللي فيها ترابيزه السفره. تمام، ندخل على ايدينا الشمال، دي غرفه النوم اللي هي فيها سرير دبل كويسه للازواج يعني او للكابلز، ولو اسره معاكم اطفال طبعا زي الفل. الميزه بتاعت الغرفه او بتاعت الشقه عموما، احنا كده في الشقه في الغرفه الثانيه اللي هي فيها السرير الدبل اللي بيشيل فردين، وده الدولاب طبعا ما شاء الله الشقه كلها فخمه. نيجي هنا الميزه بقى ان في حمام داخلي غير الحمام الثاني. طبعا الشقه فيها كده حمامين، ده الحمام اللي داخل غرفه النوم ودي ميزه. تمام كده. نيجي هنا، دي كده الغرفة التانية بحمام، وفي حمام طبعا الرئيسي للضيوف او الاولاد لو انتوا اسرة كبيرة. ده الريسبشن زي ما انتوا شايفين، الانتريه ما شاء الله جميل جدا. برضو في مكيف هنا، في تكييف عشان يرطب. هنا عندنا طبعا الجو والحرارة فظيعة في اسوان في الصيف. شاشة LCD والريسيفر شغالين زي الفل، المصلاية طبعا عشان نصلي في الاوقات بتاعتنا وما نضيعش اليوم بتاعنا. نيجي هنا للريسبشن والسفرة، وادي الحمام التاني اللي هو بتاع الضيوف او للاولاد او لاي حد يستخدمه طبعا، غير الحمام التاني اللي في غرفة النوم. طبعا الحمامات كلها ما شاء الله زي الفل. نيجي هنا بقى للمطبخ، ادي المطبخ زي ما انتم شايفين مجهز. عايز بقى تيجي تشرب شاي، نسكافيه، قهوة، كل حاجة موجودة. بس محدش يجي جنب العيش الفينو ده عشان بتاع عميل ولسه ماشي. طبعا مش هتلاقوه لما تيجوا يعني. وادي الاطباق الحوض طبعا نظيف، كل حاجة ما شاء الله نظيفة. ودي التلاجة. تمام، ان شاء الله رحلة سعيدة مقدما، وتيجوا في اي وقت عندنا في اسوان. في عندنا غرف شقق منازل على النيل مباشر وباسعار مختلفة وتتناسب الجميع. اشوفكم الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، ومتشكر للدعم الاخير في اخر فيديو. وان شاء الله موسم جديد وفيديوهات جديدة يوم بعد يوم باذن الله. السلام عليكم.